السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7000 فرصة عمل، مسؤول شغلني يكشف كيفية تفاصيل أكبر ملتقى للتوظيف في مصر. كشف محمود عبد الوهاب مسؤول ملتقى شغلني للتوظيف في مبنى الحرم اليوناني الجريك كامبس في ميدان باب اللوق بالقاهرة تفاصيل الملتقى. وقال عبد الوهاب خلال حديثه إلى مصراوي اليوم السبت 12/2/2022 في مصر أن عدد الشركات المشاركة في الملتقى تتخطى أكثر من 12 شركة تعمل في كل مجالات العمل التي يبحث عنها الشباب والبنات، موضحا أنها تطرح العديد من فرص العمل أمام الراغبين. وأضاف مسؤول ملتقى شغلني أن الملتقى يوفر نحو 7000 فرصة عمل في مجال خدمة عملاء وكول سنتر ومخازن وشؤون إدارية ومبيعات وتسويق وسياحة وفنادق وكاشير وسائقين وفنيين ومحاسبة وعمال أمن وحاسب آلي وهندسة وطب وصيدلة وكيميائيين وذوي الإعاقة. وأشار عبد الوهاب إلى أن الإقبال على الملتقى معقول في ظل الظروف الراهنة جراء جائحة الكورونا، موضحا أن الشباب تأتي إلى الملتقى وتملأ الأبليكيشن خلال الانترفيو مع مندوبي الشركة المشاركة في الملتقى طرق التقديم. قال عبد الوهاب بشأن طرق التقديم على الشباب والفتيات الدخول إلى الويب سايت بتاع الخاص بملتقى شغلني للتوظيف أو النزول أو والمشاركة في هذا. هو الموقع يا جماعة، هو أنا هنتظر ثواني كده، هو الموقع، هو ده الموقع اللي هتدخل عليه. والتقديم على فرص العمل المتاحة من الشركات بعمل مقابلة شخصية وملء الابليكيشن الخاص بكل شركة مشاركة في الملتقى، على أن تقوم الشركة بما في بعد بالاتصال على الشباب أو الفتاة لعمل المقابلة الشخصية واستلام العمل. وانطلق صباح اليوم ملتقى التوظيف شغلني على في مبنى الحرم اليوناني الجريك كامبس في ميدان باب اللوق بالقاهرة. ويضم الملتقى الثامن للتوظيف كبرى الشركات العاملة في السوق المصرية الموثوقة بوظائف في مجالات مختلفة، حيث أكثر من 7000 فرصة عمل بكبرى الشركات في مصر. الموضوع ده يا جماعة مهم جدا، وده الموقع اللي الويب سايت بتاعهم اهو. انت هتدخل هنا علشان تقدم، هتعرف تفاصيل اكتر من الفيديو ده. وانا ان شاء الله لو اي تفاصيل جديدة جات لنا في الموضوع ده اقول لك. 7000 فرصة عمل، حاجة مهمة جدا للشباب وللناس وللبنات وللصبيان وكل حاجة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.